في الفلفل ولا مكستم والبطاطا ولا تحضر محلها الحكومة كل قاطع اللحوم الحمرة الشعب قطعها مقطعها بدلها بيرقزيز خدوة كان نجم تنعرس نهز لحمة في الزهيز خدوة نولي وكيمة مصر في التموين وفي الوضعية شد الصف على الفراخ في طابور الجمعية خدوة نشري كعبة موز خويا نعلقها في الحيط نعملها في قطر منور خويا نزين بها البيت خدوة باش تولي تونس هوايتها بركاجات يخلي لك لايفون الكات ويفكوا لك الباقيات خدوة البيبيات عراية خاطر خطوش عالكوش خدوا الشعب متاعي فيق للثورة دخلت للعنكوش حتى باش تعرق روحك ويا ما تنجمش باش تعيش وتعمل ثروة هوني ما تخممش اقعد عازز على ماتك اقعد ما تذكرش خد بالجوع وطالب بالكرامة ما تسلمش حتى باش تعرق روحك ويا ما تنجمش باش تعيش وتعمل ثروة هوني ما تخممش اقعد عازز على ماتك اقعد ما تذكرش خد بالجوع وطالب بالكرامة ما تسلمش خدوة باش تولي متحف اللي كانت بكريكوشة تونس كيف الصين تولي تسربي شربة باللحم خدوة اللي باش يشري خبزة يهبطها في الفيسبوك سمي حزب الخبيزة توا خدوة ينتخبوك البلاد ولات اليوم تمشي بالكلمة وثيقة كيف ليسونس في التراهب ولا يصبوا بالزريقة خضرة أغلى من الجواهر والخضر ولا بطل في بلاصة مشموم العروسة تتصدر بربطة بفصل كيما البارح كيما اليوم المواطن ديما محفوظ حتى الشخنوس ظهره قوس هو يجري على الفلوس باش تقعد في القهوة اليوم لازمك تاخذ زوز قروض قرض للإكسبريس وقرض من عند جماعة النهوض من غير ما تحاول التسديد اليوم ولينا كفار تقول الدنيا غلات يقولوا لك انتي عليهم العار حتى باش تحرق روحك لازم تكون لاباس عليك تراي سونس باك الحسبة واللقيدة اللطف عليك برا طالب بالكرامة بالحرية والتفاهم كيما قال مثل الأكبر عليان الكس في يده خاتم كل شي ولا غالي كان الشعب قعد رخيص موت بالجوع وطب حسبك لين يعطيوها الترخيص محلاها بلادي باش تولي كي الصومال جلد على العظم كيما تشوف نساء تشوف رجال برا يرحم والديك سيد الرئيس المنصف مش منك انتي خويا الشعب التونسي ولا مقرف حتى باش تحرق روحك خويا ما تنجمش باش تعيش وتعمل ثروة هوني ما